على البسيطة من هذا الكون ثم مخلوقة ضعيفة تغلب عليها العاطفة الحانية والرقة الهاتنة، لها من الجهود والفضائل والحمل على المكارم المنتشلة من المآثم ما قد يتجاهله ذو النزق ممن لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. هي جندية حيث لا جند، وهي حارسة حيث لا حرس، لها من قوة الجذب وملكة الاستعطاف ما تأخذ به لب الصبي والشرخ كله، وتملك نياط العاطفة دقها وجلها، وتحل منه محل العضو من الجسد والخلب من الكبد حتى تصبح ملكه وملكه، لا يكاد يعود إليها الطرف برهة إلا كان العود أحمد والعين بها تسعد. بطنها له وعاء، وثديها له سقاء، وحجرها له حواء. إنه ليملك فيها حق الرحمة، إنه ليملك فيها حق الرحمة والحنان لكمالها ونضجها، وهي أضعف خلق الله إنسانا. إنها مخلوقة تسمى الأم، إنها مخلوقة تسمى الأم، وما أدراكم ما الأم؟ أم الإنسان عباد الله هي أصله وعماده الذي يتكئ عليه ويرد إليه. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وكون الشيء أصلا وعمادا دليل بارز بجلاء على المكانة وعلو الشأن وقوة المرجعية. ألا ترون يا رعاكم الله أن أم البشر حواء، وأم القوم رئيسهم، وأم الكتاب الفاتحة، وأم القرى مكة، وفي ثنايا العلوم كتاب الأم للشافعي رحمه الله.